هاتين القضيتين متتاليتين. يجب أن نتحد جميعاً لمخاطبة القضايا الحقيقية المطروحة في شرق السودان والظلم الذي لحق بأهل شرق السودان، ولا نسمح للفلول لاستخدام شرق السودان والتنحرات القبلية في كل السودان لإغراق الثورة في صراعات قبلية ودفن أحلام الثورة والثوار. وأنا أرى أنه الثوار أنفسهم يمكن أن يخرجوا بالملايين في كل المدن ضد هذه الصراعات القبلية، وأن يحيوا روح الثورة في التسامح ويا العنصر المغرور كل البلد دارفور، وكل هذه الشعارات الكبيرة يعني سدا منيعا هي بطلوا الغلبة كما قال محجوب شريف. بصراحة أبدأ بقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع قضية مركبة وقضية بها كثير من القضايا التي يجب أن نأخذها باستسهال. أنا ضد إحداث وقيعة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وهي كانت رغبة الفلول ووقفنا ضدها وانهزمت في 30 يونيو. لكن الدعم السريع ليس له مستقبل كقوات لوحدها، والسودان لا يمكن أن يكون لديه جيشان. الدعم السريع كلنا قبلنا بالترتيبات الأمنية، في نهاية الأمر الدعم السريع يمكن أن يكون لديه طموحات مصالح مخاوف. إذا كانت لديه طموحات قادته لديهم طموحات في السياسة فسيذهبوا إلى الانتخابات، إذا قبلهم الشعب سينافسوا مثل كل الآخرين. مصالحهم ومخاوفهم يجب أن تناقش بوضوح وأن يتم حلها، وأن نبني قوات مسلحة واحدة. القوات المسلحة السودانية غير صحيح، دي الفلول بيعتبروا ناس المؤتمر الوطني بيعتبروا القوات المسلحة دي هي الجناح العسكري للمؤتمر الوطني. القوات المسلحة ليست الجناح العسكري للمؤتمر الوطني. القوات المسلحة منذ أن كانت العورطة المصرية السودانية التي أتت مع كيتشنر والتي تحولت في عام 1925 نتيجة لمقتل السير ليستاك وثورة 24 والمعركة العظيمة التي غادى عبد الفضيل الماظ وسيد فرح في النيل، تم إلغاء العورطة المصرية السودانية وتحولت إلى قوة دفاع السودان. وبعد ذلك جاء أحمد محمد، كان دائما فيها تيار وطني قوي. هذا التيار بذرة من بذور علي عبد اللطيف وثابت عبد الرحيم وحسن فضل المولى وسليمان محمد، وهذا التيار موجود إلى الآن. لم تستطيع محاولات التسييس الممنهجة للمؤتمر الوطني وللإسلاميين اللي كانوا حاكمين معه، أنا أعني الإسلاميين اللي كانوا مع المؤتمر الوطني، في ناس ضد المؤتمر الوطني، لم يستطيع أن يدجن القوات المسلحة. القوات المسلحة تصدت لهم. نعم نحن حاربنا القوات المسلحة، كنا نريد قوات مسلحة مهنية تقبل التنوع بعقيدة عسكرية جديدة، هذا ما اتفقنا عليه في اتفاقية السلام. يجب أن يبتعد الفلول عن القوات المسلحة، هي ليست جناح مسلح لهم ولن تكون. هكذا كانت إجابات ياسر عرمان حول جملة من القضايا. أعود للتعليق دكتور، أولا حول قضية الشرق، وهو كرر كثيرا أن هناك قلة من الفلول يعني يحاولون جر قضايا الشرق. كيف يمكن أن نقرأ رؤية المستشار السياسي لقضايا الشرق إذا كان هذا خطابه؟ هو على كل، موضوع شرق السودان فيه كثير من التعقيد. جزء من كلام ياسر عرمان صحيح من حيث المظالم التاريخية، وأن الشرق متخلف جدا وأنه لم يحظى بكثير من الاهتمام طوال فترات العهود الوطنية، هذا كله كلام صحيح. ولكن اختزال المشهد في شرق السودان بأن والله الصراع ما بين فلول وغير فلول، هذا قد لا يكون لها ذاك حظ من، لأنه أحيانا قد تعكس صراعات الحرية والتغيير والسلطة الحاكمة أكثر مما تعكس بوجود فلول. هذه حقيقة، قد يكون هنالك فلول موجودين بشكل أو آخر يؤثرون هنا وهناك، لكن لا يعني بطبيعة الحال اختزال المشهد في شرق السودان بهذا النوع من الخطاب والتصوير بأن والله المعركة هي فقط معركة فلول. أعتقد المسألة معقدة وفيها الكثير من القضايا، فيها جوانب داخلية، فيها جوانب خارجية، فيها صراعات ببعد سياسي،
فيها صراعات ببعد قبلي، فيها صراعات قوى الحرية والتغيير مع العسكر والمؤسسات المدنية إلى غير ذلك. فالمشهد على كل فيه الكثير من التعقيد، خاصة فيما يتعلق بشرق السودان. والواحد يتمنى حقيقة في أن يصل أهل الشرق إلى منبر يستطيعون من خلاله مناقشة قضاياهم بعيدا عن كل المؤثرات الداخلية والخارجية، حتى لا يكون شرق السودان ضحية حقيقة لأي نوع من أنواع الصراعات. نعم. أيضا في قضية يعني أخرى في ثنايا الحديث، قال لك إحنا ممكن نحافظ على الوضعية الثورية ونخرج الملايين بالشارع ويقدمون الهتاف، هل هذه ممكن؟ للأسف، خاصة إذا اعتبرنا بأن الموضوع له علاقة بشرق السودان، أعتقد هذه المسألة يعني تجاوزها الزمن كثيرا. يعني الحرية والتغيير والسلطة الحاكمة الآن لم تعد تعبر عن القسم ألف الذي هو بصورة أو أخرى قد يقرؤونه بأنه فلول، ولم يعبروا كذلك عن الكتلة الأخرى التي صارت تنظر إليهم بأنهم وجه آخر لأنواع القمع والكبت، وخاصة الذين تضرروا خلال فترة قحط ولم تلتفت إليهم ولا تلتفت إلى مظالمهم، وحصلت مجازر في ظل حكومة قحط ولم تستطع حتى هذا التاريخ أن تعيد التوازن لشرق السودان. فعلى كل فيما يتعلق بمشهد شرق السودان، لا أتصور أن الأمر بهذه الصورة التي يتكلم بها ياسر عبد. ما يمكن أن تخرج اتجاهات في الخرطوم وغيرها تطلع مظاهرات، لكن المشهد في شرق السودان لاحظنا كثير من القضايا تنادي بها الحرية والتغيير لا تتفاعل معها لا القسم ألف ولا القسم باء. لا ينظرون الآن إلى أن والله تألق الثورة ولا وهج الثورة يعبر بصورة واضحة عن الحالة الراهنة هنالك. هل هو حالم نوعا ما يعني؟ هو على كل يبدو لي جزء من الخطاب هو خطاب تعبوي أكثر منه خطاب تحليلي وخطاب توصيف للواقع الذي يعني، لكن يريد أن يشد الناس إلى هذا النوع من هذا النوع. للأسف الشديد هنالك مشكلة ربما لا يلتفت إليها كثير من الناس، وهو أن الثورة وإن كان في شعاراتها وفي أدبياتها هي حالة تألق كبيرة جدا، ولكن للأسف الشديد في التعامل الواقعي الثورة إلى حد كبير لا تتجاوز الخرطوم في بعض شعاراتها. فهي كما ذكر الجبوري قبل أيام أحداث في كردفان، موت بالعشرات ما بين قبيلتين، والمركز وصحفه وأحزابه لا تتناول ذلك. بينما أحداث في شرق السودان تحدث ولا يتفاعل معها، لكن كف واحد لبيت في حافلة ممكن. هي هذه الإشكالية. السبب في ذلك للأسف الشديد هنالك إشكال تاريخي قديم وعميق جدا، وإشكال آخر حديث، وهو أن النخبة التي تحكم الخرطوم الآن إلى حد كبير جدا هي نخبة متغربة لا علاقة لها بالواقع السوداني بقدر ما هي جاية بمفاهيم. يعني الآن يهمهم كثيرا مثلا في تقريداتهم وفي تحركاتهم مسألة المثلية ومسألة النوع مسألة كذا، أكثر من الهموم الحقيقية للشارع السوداني. فهذه مشكلة على كل تواجه عموما. كان الواحد يأمل حقيقة أن يكون الخطاب خطاب ياسر عرماي يلامس هذه القضايا بشكل تفصيلي. يعني